سألنا مشاهدينا ما هو الحل المناسب لأزمة اللاجئين السوريين بعد تأزم موقفهم في لبنان وتركيا. الخيار الأول كان العودة الطوعية باتفاق أممي، 73% قالوا نعم، الإقامة في مناطق آمنة، 21% يؤيدون هذه الفكرة، بالإضافة إلى 6% يؤيدون تقنين أوضاع هؤلاء اللاجئين. أستاذ رامي، تعليقك على نتائج الاستطلاع ولو بدقيقة. بالنهاية هذا الاستطلاع رأي لبعض الأشخاص، ولكن بالنهاية أنا قلت لك أن لا حل لعودة اللاجئين السوريين من لبنان إلا بالحل السياسي السوري، يضمن عدم اعتقال هؤلاء ويضمن مساكن آمنة للذين سيعودون من لبنان. ما دون ذلك هو إشحاذ بحق هؤلاء المهجرين من الأراضي السورية نتيجة العمليات العسكرية. لكن دعني بعجالة أقول لك بأن حزب الله اللبناني اشترى نحو 2000 عقار في مناطق مهجر منها هؤلاء في دمشق وريفها.